عبد المجيد تبون على لسان المواطن تهضر معي يقول لك اعطيني اعطيني دوزيام اعطيني فوالا. هنا رانا في سطيف، قبيله كنا في وهران، هنا رانا في سطيف. فكيف كيف في الشارع عند الشارع السطايفي بكل عفويه اخي السلام عليكم، واش راك سامع الانتخابات؟ راك مبروشي؟ واش المترشحين؟ واش الحاله؟ احكي لنا. تم ترشح غير على الرئيس سبون، الاخرين ما شفنا حتى واحد منهم، ما شفنا حتى حملات، ما شفنا والو. نطلع عليهم ونعرف افكارهم اكيد، يعني نعرف الافكار تاع البرنامج تاع السيد الرئيس الحالي، مواصله البرنامج السابق والتاكيد على النتائج المحققه ان كان على المستوى الاقتصادي او السياسي او الاجتماعي او التنموي. هناك طموح بالنسبه الى حركه حمص باش يكون عندها كذلك مكانه سياسية ومرشح لها ممكن أن يقدم وجهة نظر مختلفة نوعا ما في بعض الميادين. وعندنا كذلك ممثل جبهة القوى الاشتراكية، هو كذلك ينادي بتوجه معين، توجه ديمقراطي معين. ما نعرف حتى واحد شخصيا، مي اون اناليزون البروغرام تاع تبون سيبور تبون. اما الاخرين سما كيش تما عجبوني، واحد سان ديبيتي واحد سان انجينيور سان ميليتان هذيك، دونك قالوا سويت بون شانس تو لي تروا. انا راني مع عبد المجيد تبون على كل حال، هذا واش نعرف ما مقنعني انا يا بارابور اللي كوميم زعما خير شويه بعدا، حنا في تلمسان الحاله عندنا مليحه ملي جا هو. والله ما نعرف واحد صديقي، نعرف غير تبون. دو وي شو كوراوي وي يا تبون يا لي دو زوت جي اوبلي لي برينوم. J'ai oublié les deux autres présents. Alors, seulement notre président. Voilà. Voilà. Akh Saada, من فرنسا. من فرنسا. المترشحين نعرف الرئيس عبد المجيد تبون. والاثنين المترشحين عبالي واحد من حركة المجتمع السلم والثاني من FFS. ولكن الاسم للاسف الشديد ما نعرفش الاسم تاعهم، ولكن الحمد لله فيه تعدد باش يكون هكا لو شوا، يكون هكا باش الناس تنتخب اللي يعجبهم. فوالا قبيله عطينا لكم الراي مواطن، مواطنين في وهران، هذا راي تاع مواطنين في سطيف، وهذه هي. والمواطن الجزائري راه حر، راه حر يا جماعه والله العظيم، راه حر في بلاده، راه حر في بلاده. رانا نتنقلوا من بلاد لبلاد، ما كانش اي واحد يقول لك وين راك رايح ولا مين راك جاي. لماذا؟ لانه راك في بلادك حر، بلاد الاحرار، وربي يخلينا كاين امور، كاين نقائص، رانا نسعاو خطوه خطوه باش نقضيو على هذا المشاكل والنقائص ان شاء الله يا ربي، اليد في اليد ان شاء الله، من اجل ان تحيا الجزائر حره مستقله. الله يرحم الشهداء وتحيا الجزائر. هيا